بيت السحيمي هو بيت أثري موجود في قلب القاهرة القديمة، وتحديدا في حارة الدرب الأصفر بمنطقة الجمالية، المتفرغ من شارع المعز، وتصل مساحته 2000 متر مربع، وتاريخه يرجع لعام 1648 ميلاديا، لما قرر الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي اختيار قطعة أرض لبناء بيته في منطقة الجمالية، وتم بناء البيت في الناحية القبلية. ولما قام ببناء المنزل كان متأثر بنظام العمارة العثمانية، فقام بتخصيص طابق كامل للرجال تحت مسمى السلملك، وتخصيص الطابق العلوي للنساء تحت مسمى الحرملك. الطابق الأول كان بيتكون من مجموعة من القاعات بتحتوي على الكثير من الشبابيك المغطاة بالمشربيات أو الشناشير الخشبية، لكي يستطيع النساء من خلالها مشاهدة ما يحدث في الشارع أو في الحديقة من غير ما حد يشوفهم، وكانوا بيستخدموا الشبابيك في تبريد القلل الفخارية، وكانوا ينقشون على الجدران أبيات من قصائد نهج البردة من أروع قصائد الشاعر المصري أحمد شوقي في المدح النبوي. أما السقف فكان مكسب رسومات وزخارف نباتية ملونة، لكن الشيخ الطبلاوي ما ورث المنزل من بعده لحد، فجي بعد فترة الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي اللي أضاف على المنزل قسم بحري جديد، ودمج الجزئين مع بعض، الجزء البحري مع الجزء القبلي، وجعلوا بيت واحد. بما إن الشيخ الطبلاوي والحاج إسماعيل هما اللي أنشأوا البيت، أمال مين هو السحيمي اللي اشتهر المنزل باسمه؟ هقولك إن البيت ما حملش اسم أول من بناه، لكن حمل اسم آخر أسرة عاشت فيه. وفي عام 1813 اشترى المنزل الشيخ شهاب الدين أحمد السحيمي الذي كان من كبار علماء الأزهر، وظلت عائلته تعيش فيه لأكثر من قرن. وفي عام 1931 باع ورثة عائلة السحيمي البيت للجنة حفظ الآثار العربية بمبلغ قدره 6000 جنيه، ومن وقتها ظل البيت يحمل اسم السحيمي. بعد نص قرن من بيع المنزل قررت الدولة ترمم البيت، وأثناء عمليات الترميم عثر العمال على حفريات تؤكد على أن المنزل بني فوق أنقاض وبقايا مباني ترجع للعصر الفاطمي، وتم افتتاحه سنة 2000 ليكون مركز إشعاع للثقافة والفن، وأصبحت تقيم في وزارة الثقافة عروضا متنوعة للتراث المصري، ومن وقتها أصبح بيت السحيمي مركز للإبداع الفني واستضافة فرق التراث الشعبي.